بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عناصر أخرى الجيش السوري مع انشقاقنا عن العصابات الأسدية الوحشية وانضمامنا إلى صفوف الجيش السوري الحر، وذلك بسبب تحويل ممثلة من حماية الشعب والوطن لحماية عصابة آل الأسد وقتل المتظاهرين السلميين من أهلنا. نعلن ما يلي: تشكيل كتيبة شهداء الحرية في منطقة حوران، ونقسم بالله العظيم أن تكون مهمتنا حماية المتظاهرين المدنيين السلميين من عصابات الأسد. عاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.